دائما ما نسمع الكثير من الأشخاص يقولون أن المال مصدر للمشاكل أو أنه أصل كل الشرور التي تجري حول العالم، بينما فئة أخرى يروا أن المال مصدر للسعادة وأنه الوسيلة الوحيدة لحل كل المشاكل من حولنا. إذن هل المال فعلا أصل كل الشرور أم أن الفقر أصل كل الشرور؟ معظم الكتب السماوية تتطرق إلى موضوع المال، فمثلا بالقرآن الكريم هناك الكثير من الآيات التي توضح لنا وترشدنا إلى الحذر من طرق استخدامنا للمال الذي نملكه. فالإنسان بالفطرة وهو يكبر يبدأ بحب المال، لأنه ببساطة يستوعب أن المال هو الوسيلة الوحيدة للعيش برفاهية والحصول على كل ما تريد. ولهذا فيجب علينا الحذر من طرق إنفاقنا لهذا المال، لأن المال سيذهب وما فعلت به وفيما أنفقته سيظل معنا لنحاسب عليه. الشيء الوحيد الذي قد نتفق عليه جميعا هو أن اللوازم التي نحتاجها بشكل يومي كالأكل والملابس والفواتير وغيرها من ضروريات الحياة لا يمكن الحصول عليها إلا بالمال. إذا لم تكن تمتلك المال لن تستطيع الحصول على أي شيء مما ذكرناه. أي نستطيع أن نقول أن المال شيء ضروري للحياة الكريمة، بدون مال ستزيد معاناتنا وصعوبة الحياة. المال سيف ذو حدين، يمكن أن يأخذك إلى التهلكة أو يجعلك شخص سعيد لا ينقصه شيء بالحياة. هناك الكثير من الأشخاص غيرتهم الأموال، أصبحوا يؤذون الناس بأموالهم ويظلمون البسطاء منهم ليصابوا بمرض الجشع والطمع وحب المال. حب المال هو أكبر الشرور التي يمكن أن تصيبك، فحب المال يفقدك البصيرة فتنسى أنك لست خالدا ولن تحصل على الحياة الأبدية بمالك. وهناك الكثير من القصص التي يجب أن نأخذ العبرة منها، كقارون مثلا، ماذا استفاد من ماله؟ فقد جعله يخسر الدنيا والآخرة. وبنفس الوقت نقص المال يصنع الفقر، والفقر يصنع الجهل، والجهل يصنع العديد من المشاكل كالإجرام والتخلف والمشاكل الاجتماعية وبالتالي انهيار الاقتصاد. لهذا السبب غالبا ما تكون الدول النامية الفقيرة تعاني من انهيار الاقتصاد وارتفاع معدل الجريمة. يمكن للمال أن يجعل اسمك خالدا وأن تبقى بذاكرة الناس كشخص كريم ويساعد الفقراء ويبني مشاريع فتكسب محبة الناس وصدقة الجارية. وخير مثال عن ذلك رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، يسخر جزءا كبيرا من ثروته للأعمال الخيرية. قام بعمل أكثر من 1200 مشروع خيري بالكثير من الدول النامية وأكبر وقف خيري بالعالم الإسلامي، إضافة إلى الكثير من المزارع التي يوزع إنتاجها على الفقراء. كثرة المال ابتلاء من رب العالمين، إما أن يأخذك إلى التهلكة بسبب الجشع وحب المال، أو أن تشتري به الحياة الأبدية عن طريق استعماله فيما يرضي الله. فالسعادة تأتي عن طريق تقدير النعمة التي بين أيدينا وليس بكمية المال الموجودة برصيدك البنكي. لذلك نرى أن المال ليس أصل كل الشرور، بل حب المال هو أصل كل الشرور. يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني للعديد من القصص والمواضيع المفيدة، كما يشرفنا انضمامك للقناة عن طريق الضغط على زر الاشتراك، وكذلك يمكنك زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام تحت شعار معاً نحو الارتقاء الفكري.